بعد إعادة بعث نشاطها العام 2017 معتمدة على عمالها من مهندسين وتقنيين، وحدة سوناريك سيدي عكاشة بشلف تدخل عالم المنافسة من بابه الواسع. عندنا هذا الماشين، هذه سي بوانسون زا كوموند نوميريك. واش دير هذا الماشين؟ تخدم منا ترانسفورمينا لا ماتيير بريمير باش نخدموها شوفاج. عندنا ثاني الآلة الثانية اللي شفناها من هيه تاع الطي، لا بليوز، اون بريس بليوز، ثاني تاع لا ديرنيير كريد، لا ديرنيير تكنولوجي، تخدم منا ثاني المدفاة. وان شاء الله هذا العام فيه منتوج جديد راح يخرج للسوق، مازال ما درناش في السوق، راه في مرحلة التجربة ان شاء الله تاع لو شوفاج لي 100% مخدوم عند مؤسسة سوناريك. المهندسين تاع سوناريك هما اللي داروا الكونسيبسيون تاعو وهما اللي سوما داريزاسيون. الوحدة تغطي السوق الوطني بنسبة 12%، ووفق التوجه الجديد للسياسة الاقتصادية للحكومة تسعى إلى رفع قدراتها الإنتاجية، وفي الأفق مكيفات هوائية تعمل بالطاقة الشمسية. سياسة المديرية العامة هو تشبيب الطاقات الشمالية عن طريق العقود التي وفرتها لهذا الشبان. الوحدة هذه في بداية النشأة تاعها كانت وحدة تموينية، بعد ذلك سنة 2014 أصبحت وحدة تجارية، والآن أصبحت وحدة تجارية وصناعية تنتج سنويا ما يقارب 10,000 منتوج كهرومنزلي، خاصة مختلف أنواع المدافع المنزلية. المؤسسة كذلك لها فضاءات للعرض والتسويق على مستوى الوطن. وحدة سوناريك بشلف نموذج للمؤسسة التي تصنع النسيج الصناعي بالولاية، نسيج يشهد نموا ملحوظا موازاة مع جهود الدولة المشجعة على الاستثمار.